أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل بالوحدة الثانية عشر، التلوث بالمبيدات بيستسايد بوليوشن، وتناول ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة، ونتناول اليوم تأثير المبيدات على النباتات، effect of pesticides on plants. في هذا المقطع تأثير المبيدات على النباتات، تنتقل المبيدات من خلال الجذور إلى جميع أجزاء النبات. يعني إذا كان هنالك جذور للنبات في التربة وهنا النبات، وتنتقل إلى جميع أجزائها من الساق والفروع والأوراق إلى هكذا. فهذا نوع من التأثيرات السيئة بالنسبة للمبيدات. تتضرر النباتات بتغيير لون الأوراق وشدة النتح والتمثيل الضوئي، ما يؤدي إلى موت النباتات، ما يؤدي إلى موت النباتات. تؤثر بعض المبيدات على التمثيل الضوئي. تؤثر بعض المبيدات على الأوراق مثل 2-4 دايكلورو فينوكسي أسيتيك أسيد. تأثير المبيدات على الإنسان effect of pesticides on human. نرى هنا التعرض لجرعات عالية يؤدي إلى أمراض الكبد في الإنسان. مبيدات المركبات الفسفورية تؤثر على الجهاز العصبي وتسبب الشلل العضوي. هذه المركبات الفسفورية، هذه المبيدات الفسفورية، مادة الدي تي تي أو الألدرين تسبب سرطان الكبد. تتراكم المبيدات على النباتات وتتغذى عليها الحيوانات، وعند تحليل لحومها أو ألبانها وجد أنها تحتوي على مبيدات، وبالتالي تناول الإنسان لهذه المنتجات يؤدي إلى إصابته، يؤدي إلى إصابته بالأمراض. هنا تأثير المبيدات على الأسماك والطيور يزيد تركيز كثير من المبيدات في أنسجة الكائنات الحية مع انتقالها عبر السلسلة الغذائية. يعني الانتقال هنا يتم عبر السلسلة الغذائية. مبيد الألدرين وهنا تركيبه تسبب في قتل الملايين من الأسماك في حوض نهر المسيسيبي في خليج وخليج المكسيك. نهر المسيسيبي وخليج المكسيك حصل كارثة بالنسبة أي المسبب فيها مبيد الألدرين. مبيد الدي دي تي يؤدي إلى انخفاض في التناسل في انخفاض التناسل في الطيور، وكذلك قشرة البيضة عند طيور البجعات كون الرقيقة، القشرة بتكون رقيقة جدا وتكسر طبعا وتكثر عند احتضانها، ويؤدي هذا المركب إلى ضعف تمثيل الكالسيوم عند الطيور، ورأينا ذلك في ضعف قشرة البيضة. بهذا نصل لنهاية هذا المقطع.